السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بأن أتواصل معكم اليوم. وصلتني رواية من دار نشر الفاصلة للكاتبة المغربية حنان درقاوي، الرواية بعنوان الراقصات لا يدخلن الجنة. يأتي هذا العمل ضمن ما يسمى علم اجتماع النوع، فأغلب روايات وإصدارات الأستاذ حنان درقاوي تشتغل ضمن هذا الاتجاه العلمي أو الأدبي أو الفكري. نعم، بالمناسبة حنان درقاوي هي روائية وقاصة ومترجمة ومحللة نفسانية مغربية تقيم في فرنسا، لها العديد من الإصدارات في مجال الرواية: الخصر والوطن، جسر الجميلات، وجميلات منتصف الليل، وفي القصة القصيرة طيور بيضاء، طيار هواء، بنت الرباط، حياة سيئة، وردة لعائشة. يدخل هذا العنوان أو هذه الرواية كعمل ضخم فيه تقريبا 472 صفحة ضمن ما يسمى علم اجتماع النوع، الذي يعالج قضايا معينة أو قضايا متأصلة في مجتمعنا. هي ظواهر، هي بالأساس ظواهر اجتماعية، مثل هذه الرواية تعالج قضية ظاهرة الدعارة أو بمفهومها العلمي العمل الجنسي المأجور. كيف؟ يعني بما أن الناس لا يقبلون على مجال الكتب الجامعية والدراسات الجامعية والمؤلفات الجامعية الأكاديمية، فالناس يقبلون على الأدب والرواية والقصة والإبداع الأدبي بشكل عام. لذلك وجد الأدب لكي يكون آلية عملية للاشتغال على مثل هذه المواضيع الشائكة والتي تدخل ضمن المحظورات أو ضمن الطابوهات في مجتمعنا. والدعارة بشكل عام أو العمل الجنسي المأجور هو ظاهرة تاريخية قديمة قدم الإنسان، لذلك ليس من السهل معالجتها ضمن عمل علمي، وإنما لكي يقبل الناس على القراءة. يعني لأن أغلب الناس للأسف الشديد يقرؤون من أجل المتعة ولا يقرؤون من أجل الإضافة للمعرفة. وجد الرواية والقصة وغيرها من الإبداعات الأدبية اشتغال على مثل هذه القضايا. ويدخل اشتغال حنان درقاوي ضمن البحوث النفسية والاجتماعية والفلسفية التي تحلل قضايا معينة في المجتمع. والدعارة هي نتاج واقع اجتماعي واقتصادي، والواقع لا يرتفع. لذلك فأن نمتلك الجرأة لمعالجة مثل هذه القضايا يدخل ضمن ما يسمى ضمن الموضوعية الأكاديمية وضمن الاشتغال العلمي الجاد الذي يدخل في هذا الجانب. لذلك فمثل هذا العمل الضخم يعني ليس من السهل كتابته أو الاشتغال عليه بمتن معين وبلغة سليمة وبأفكار مرتبة ولتوصيل مجموعة من الرسائل. يعني يبقى الأدب والرواية والقصة ملجأ لتوصيل مجموعة من الرسائل ولتسليط الضوء على الكثير من القضايا التي تؤرق مجتمعنا، وهي نتاج وضع اجتماعي واقتصادي وسياسي وظروف أخرى نفسية إلى غير ذلك. يعني تدخل مجموعة من العناصر لكي تتشكل هذه الظاهرة الاجتماعية المؤرقة، وهي ظاهرة تؤرق كل